جبهة البوليساريو تعلن تصعيد الحرب ضد الاحتلال المغربي لفرض السيطرة على الأراضي الصحراوية المحتلة وتحقيق الهدف الممثل في استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو أكدت على لسان زعيمها إبراهيم غالي أن الشعب الصحراوي حسم أمره واتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية العادلة بكل السبل المشروعة في مقدمتها الكفاح المسلح خطوة يراها متابعون للشأن الصحراوي أنها بداية لمرحلة جديدة يراد من خلالها إنهاء الاحتلال غير الشرعي والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يمارسها نظام المخزن في الأراضي الصحراوية، وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت في نوفمبر الفارط إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991. بعد خرق المغرب للاتفاق في عملية عسكرية ضد مدنيين صحراويين في منطقة الجرجرات وربما كان القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي وصفته البوليزاريو بالمتحيز للطرف المغربي سببا في قرار التصعيد الذي أعلنت عنها مواقف أممية يراها مراقبون على أنها تفتقد للمسؤولية والتبصر وتزيد من عمق الأزمة وعدم الاستقرار في المنطقة أمام استمرار التعنت المغربي للقرارة الدولية المطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير تصر البوليساريو على التصعيد العسكري ضد المخزن في مؤشر يوحي برأي مراقبين بدخول الحرب فصلا جديدا ينبئ بقرب المعارك الكبرى بين الجانبين